يقول: هل ورد عن أحد الخلفاء الراشدين أنه قرأ قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب؟ مسألة خلافية، القراءة الركعة الثالثة من المغرب أو في الأخيرتين من الرباعية هي خلاف. الجمهور على أنه لا يقرأ غير الفاتحة، يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ شيء من القرآن معها، وهذا هو الصحيح لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.